السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله رب العالمين هنكمل شغل السيشنات العمل بتاعنا إن شاء الله. اشتغلنا مع بعض في الفيديوهين اللي فاتوا أو السيشنين اللي فاتوا، اشتغلنا مع بعض دايرة ستار ستوب ودايرة ستار ستوب من مكان واحد ومن مكانين، وإن أنا برضو أقدر أشغل مكانين وأفصل من مكانين. إن شاء الله النهاردة هنشتغل برضو دايرة كويسة جدا يعني وفكرتها لذيذة. هيبقى معايا 2 موتور، الاتنين موتور مش عايز الاتنين يشتغلوا مع بعض، بمعنى إن أنا لو شغلت الموتور الأول ما أقدرش إن أنا أشغل الموتور التاني. طيب لو انا شغلت الموتور التاني برضو ما اقدرش ان انا اشغل الموتور الاول. طيب طالما انا عندي 2 موتور فانا طبيعي ان انا هيبقى عندي 2 دايرة كنترول و2 دايرة باور، ده الطبيعي في اي وقت. يعني طالما ان انا هعمل يعني طالما ان انا عندي 2 حمل والاتنين حمل عايز اعمل عليهم كنترول، فطبيعي ان كل حمل هيبقى ليه دايره الكنترول الخاصه بيه. تمام، نبدا كده ونقول بسم الله ونبدا نرسم دايره الكنترول بتاعه الموتور الاول ودايره الكنترول بتاعه الموتور الثاني. انا كده عندي هيبقى عندي مثلا 4 لاين، ادي كنترول وباور، وادي دايرة الكنترول التانية، وادي دايرة الباور التانية. تمام، نشتغل كده طبيعي زي ما كنا بنشتغل، نجيب مفتاح ستوب ومفتاح ستارت، ادي مفتاح الستوب تمام جدا، ونيجي هنا نجيب الكونتاكتور بتاعنا ونجيب النيوترال. تمام، نبدأ نوصل اللاين، نوصل مفتاح بالمفتاح. تمام، يجي هنا بعد كده نجيب برضو النقطة اللي هي النورمالي اوبن كونتاكت بتاعتنا. تمام جدا، دي كده دايرة الكنترول الأولى بتاعتي. نيجي برضو نعمل في دايرة الكنترول التانية نفس اللي عملناه في دايرة الكنترول الأولى، نيجي نجيب مفتاح الستارت والستوب. تمام جدا، نيجي برضو نجيب الكونتاكتور بتاعنا، وادي برضو النيوترال بتاعنا. تمام، نيجي لدايرة الباور بتاعتنا، وكان بيبقى فيها اللي هو النقطة النورمالي اوبن كونتاكت، وكان بيبقى فيها الموتور بتاعي أو الحمل بتاعي وهو اللمبة. ادي اللمبة بتاعتنا اهي. واوصل دي كده بالايه بالنيوترال. عظيم جدا. تمام، هعمل برضو نفس النظام هناك في دايرة الكنترول التانية، ونيجي برضو هنا نجيب نقطة نورمالي اوين. ونيجي نجيب برضو لمبة. عظيم جدا، ونوصلهم ببعض. ودي هنا كده بالنيوترال. تمام، نبدأ نسمي طيب الكونتاكتور بتاعنا أو الكويل بتاعنا، نسمي هنا وليكن كي واحد عشان خاطر تبقى دي برضو النقطة بتاعة الكي واحد، ودي برضو الكي واحد، وهنا هنسمي كي 2. نيجي هنا بقى نختار، طبعا دي خاصة بالكي 2 فنختار الكي 2 بتاع التسمية بتاعتها، وهنا برضو ادي الكي 2. تمام كده، انا لو عملت رن للبرنامج بتاعي فانا طبيعي ان الدايرة دي هتشتغل، وطبيعي ان الدايرة دي هتشتغل. فانا لا، انا عايز اعمل حاجة بقى، اللي هو انا عايز اعمل حاجة بحيث ان الاتنين ما يشتغلوش مع بعض في نفس الوقت. طالما انا عاوز اشغل الدايرة بتاعتي الاولى بس، طالما انا شغلت الاولى مهما اجي اضغط هنا، مهما اجي اضغط على المفتاح دوت، انا مش عايز الدايره دي تشتغل. طيب انا اعمل كده ازاي؟ الحل ان انا اعمل حاجه زي كده، ان انا لما اشغل الدايره بتاعتي ديت يبقى انا عايز حاجه او حاجه تربط الدايره الاولى بالدايره الثانيه، بحيث ان لما الدايره الاولى تشتغل تقطع لي مسار الطياره عن هنا، بحيث ان لو فضلت اضغط هنا سنه سنتين ثلاثه الدايره بتاعتي ما تشتغلش. فده يجي عن طريق ايه؟ ان انا هاجي من الكي واحد وهاخد منه نقطه مقفوله. طب لما اخد من الكي واحد نقطه مقفوله واحطها هنا، خلينا كده مع بعض خطوه خطوه. اروح اجيب النقطه النورمال كلوز، ادي النقطه النورمال كلوز ادورنا اهي. تمام، هخليها بره كده عشان تبقى باينه. تمام جدا، النقطه النورمال كلوز دي انا هسميها بالكي واحد. طيب دلوقتي كده انا لو جيت عملت الدايره بتاعتي، ان انا لما هدوس هنا طبيعي ان دي مش هتشتغل، طبيعي ان ديت او طبيعي ان الكي واحد هيوصل له تيار، فالكونتاكت بتاعت الريلي بتاعي والكونتاكتور بتاعي احنا عرفنا ان هي بتتغير. طيب لما تتغير ده معناه ايه؟ ان النقطه المقفوله بتتفتح، فطبيعي ان لما النقطه المقفوله تتفتح فالنقطه دي تتحول لمفتوحه. انا بالتالي مهما اضغط هنا ما اقدرش تماما ان انا اشغل الحمل بتاعي التاني. طب نيجي نجرب كده مع بعض. انا هاجي اضغط هنا كده،
الاحظ ان الدايره بتاعتي كلها اتشالت، والاحظ ان النقطه دي كانت مقفوله اتحولت لمفتوحه. طب اجي اضغط هنا، مهما اضغط مفيش، ما اقدرش اشغل الحمل الثاني طالما انا مشغل الحمل الاولاني. طيب انا عايز افصل، عايز اشغل الحمل الاولاني، هروح افصل الحمل واشغل الحمل الثاني بتاعي اهو، طبيعي تمام مفيش اي مشاكل. طيب انا لو جيت دلوقتي، انا قلت في اول الفيديو ان انا عايز اشغل الحمل الاول، بس طالما شغلت الحمل الاول الحمل الثاني ما يقدرش اشغله، وبرضه طالما انا شغلت الحمل الثاني يبقى الحمل الاولاني ما اقدرش اشغله. طب انا دلوقتي شغلت الحمل الثاني، هل انا لو رحت اشغل الحمل الاولاني بتاعي ده هيشتغل ولا مش هيشتغل؟ تعالوا نجرب. قال لا، ده الحمل الاولاني بتاعي اشتغل والحمل الثاني فصل، فانا طبيعي محتاج برضه اعمل نفس الحركه، ان انا هجيب نقطه نورمال كلوز من الكي 2 احطها هنا، بحيث لما ده يشتغل الحمل الثاني ده يشتغل، الحمل الاولاني ما يشتغلش خالص الا لما ده يقف. طيب وبرضه كذلك لما انا عملت هنا، ان انا لما ده اشتغل فده وقف. تمام، نيجي نفصل، نيجي نجيب من هنا برضه نقطه نورمال كلوز، نزل ده بس كده تحت شويه، نقطه نورمال كلوز كونتاكت، ادي النقطه نورمال كلوز كونتاكت، وهنسميها برضو بالكي 2. نيجي نعمل رن بقى للبرنامج بتاعي. لو انا جيت شغال، فطبيعي الحمل التاني بتاعي مهما اضغط على الزرار مش هيشتغل، هو ضغط سنة. تمام، اجي اعمل ستوب. طيب جيت اشغل الحمل التاني اشتغل. طيب قبل ما احط النقطه ديت، كنت لما باجي اضغط هنا كان دي بتفصل وده بيشتغل. طب نيجي نجرب كده، تمام مفيش اي حاجه، يعني مهما لو فضلت ضغط هنا سنه خلاص انت كده شغلت الحمل ده، ومهما تضغط الحمل التاني مش هيشتغل. وكده تكون دايرتنا بتاعت النهارده خلصت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.